عمود بالحسكة أنقذت منازلها الطينية من السقوط تحت ثقل الثلج. الثلج على غير العادة كثيف في محافظة الحسكة. في مدينة عامودة ذات الأغلبية الكردية والبنية التحتية المتواضعة، لم يكن هطول الثلج مناسبة للالتفاف حول المدافئ وسرد الحكاية، بل كان مناسبة لاجتماع الشباب من أبناء البلد وانطلاقهم لإزالة الثلوج المتراكمة على أسطح المنازل الطينية والتي تهددت بالانهيار نتيجة كثافة الثلج وبقائه لفترة طويلة. اغلب بيوت عمودة، يعني الفكرة اجت من اغلب بيوت عمودة، هي بيوت طينية ومهترية، يعني حالتها سيئة كثير، خاصة في بيوت ما عندهم حدا، ما عندهم شباب، ما عندهم حدا يقدر يساعدهم، يعني اختياره او كم بنت لحالهم، فقلنا انه نساعد قدر الامكان، نساعد الناس انه حملة تضامنية، يعني هي معنوية اكثر ما تكون فائدة، لانه المساحة كبيرة، راح نغطي قدر الامكان الشيء اللي بنقدر عليه. كثير من شباب عامودة تركوا المدينة وهاجروا نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية، لذلك كانت وجهة الشباب المتطوعين لإزالة الثلج عن المباني القديمة نحو العائلات التي هاجر شبابها لمساعدتهم والوقوف إلى جانبهم في شكل من أشكال التضامن الاجتماعي ولتوجيه رسالة لأبنائهم المهاجرين. هلا في ظل الثورة وعدم وجود النظام في مناطقنا صارت أعمال تطوعية يعني مسموحة، وواحد بيعمل أي شيء بده إياه على راحته، ولهيك قمنا نحن مجموعة من شباب عمودة حملة تنظيف الثلج عن أغلبيتهم، يعني بيوت المحتاجة اللي ما عندها شباب، اللي شبابها كلها مهاجرين. لم تترك الحملة التطوعية سكان المدينة ليشعروا بالفراغ الخدمي وغياب أجهزة الدفاع المدني، ليعود الثلج خيرا بعد جهود الشباب وتعبهم. بشكل هالشباب اجوا ساعدونا بالثلج. لم يكن الثلج في سوريا عنوان فرح وخير بقدر ما كان عنوانا للقلق والفزع، لكل منطقة مشكلتها مع تراكم الثلج واشتداد البرد. أما عمودة فقد ساهم اجتماع شبابها وجهدهم على الحد من تأثير الثلوج المتراكمة. التجمع